كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي تقسيم سعي الناس وعملهم قوله تعالى إن سعيكم لشتى. وفي الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. وما من عبد إلا وهو كادح ويلاقي ربه بكدحه فإما نفعه ككدحه وقبل منه سعيه لأنه كان في مرضات الله، وإما ضره كدحه لأنه كان فيما يغضب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار.